السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مدارس هبة الله. مادة التربية الإسلامية للصف السابع الجزء الأول. اليوم رح نشرح يا سابع الدرس الخامس عشر، قصة نبي الله نوح عليه السلام. بداية، كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يترك فترة زمنية إلا وأرسل فيها رسل أو أنبياء. طبعا الغاية من الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس كانت دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ولعبادته. من هؤلاء الأنبياء قص نبينا نوح عليه السلام. ونبينا نوح لنعرف به، نبينا نوح عليه السلام هو أحد الأنبياء أولي العزم الخمسة. طبعا عندما نقول أولي العزم مقصود فيهم مجموعة من الأنبياء، أكثر خمسة أنبياء تحملوا أذى في الأذى أو أذى أقوامهم أو مشاق الدعوة في سبيل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا أولي العزم هم أكثر الأنبياء الذين تلقوا أو الذين تحملوا أذى أقوامهم في سبيل الدعوة إلى التوحيد. طبعا وصفه الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح في كتابه العزيز بأنه دائم الشكر والحمد، فقال عنه الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، صدق الله العظيم. إذن دلالة هذه الآية أن سيدنا نوح عليه السلام كان دائم الحمد والشكر. فقلنا الأنبياء أولي العزم عندي أستذكر هم سيدنا إبراهيم ومحمد موسى عيسى نوح عليهم السلام. الآن ما هو مضمون دعوة سيدنا نوح عليه السلام؟ أي إلى ماذا دعا نوح عليه السلام قومه، وما هو موقف قومه من دعوته؟ سيدنا نوح عليه السلام كباقي الأنبياء يا سابع دعا قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعدم الشرك به. إذن هم كانوا يعبدون الأصنام بداية. إذن مضمون دعوة سيدنا نوح عليه السلام هي مضمون دعوة سيدنا نوح عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وترك عبادة الأصنام. الآن استمر سيدنا نوح عليه السلام في دعوته لقومه. طبعا دعوة سيدنا نوح عليه السلام لقومه استمرت 950 سنة، فهذه فترة طويلة جدا. الآن واجه سيدنا نوح عليه السلام واجهته عقبات. هذه العقبات التي أثناء دعوته كانت عدة أمور، فمنها كان طول الزمن، يعني فترة طويلة تستمر في دعوة قومه. أيضا عناد قومه، كان قومه يتصفون بالعناد. أيضا إصرارهم على الكفر، أصروا على الكفر، فاستجاب لسيدنا نوح عليه السلام من قومه عدد قليل، قلة، حتى كانوا من ضعاف الناس، ولم يرضى بهذا الإيمان أو بهذه الدعوة سادة القوم. لماذا لم ترضى أو لم يرضى سادة القوم بدعوة سيدنا نوح عليه السلام؟ الجواب يأتي لأن هذه الدعوة كانت تهدد مصالحهم، مصالحهم التي بنوها على الظلم والفساد. واضح؟ الآن ما موقفهم الآن من سيدنا نوح ومن دعوة سيدنا نوح عليه السلام لما دعاهم؟ استهزأوا به وبدعوته وأعرضوا. إيش يعني أعرضوا؟ رفضوا دعوته، أداروا وجوههم لسيدنا نوح عليه السلام، لم يقبلوا بدعوته. انظر الآن إلى، أتدبر في أسفل صفحة 64، أتدبر الآيات الكريمة الآتية ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، صدق الله العظيم. الآن مطلوب منك يا سابع أستخرج من الآيات الكريمة الألفاظ التي تدل على ماذا؟ تدل على حرص نوح عليه السلام على هداية قومه. خلينا نشوفهم. هذا السؤال الأول على أتدبر، بدنا نستخرج من الآيات الكريمة ألفاظ تدل على حرص سيدنا نوح عليه السلام على هداية قومه. شوف قوله تعالى ليلا ونهارا في الآية الأولى، إذن هذه تدل على ماذا؟ على أنه استمر، كان مستمر في دعوتهم في الليل والنهار، لم ييأس. أيضا جهارا وإسرارا في السر وفي الجهر، أي في العلن. السؤال الثاني، ما ردة فعل قوم نوح عليه السلام من دعوته لهم؟ إيش موقفهم؟ قلنا أصروا واستكبروا استكبارا، أصروا واستكبروا استكبارا، واللي آمنوا آمنوا قلة قليلة، عدد قليل. ما السبب الذي منع قوم نوح من الاستجابة إلى دعوته سيدنا نوح؟ إيش السبب؟ كانت هذه الدعوة تهدد مصالحهم التي بنوها على الظلم والفساد.
واضح يا سابع؟ ننتقل الآن لبناء مرحلة بناء السفينة وغرق قوم نوح عليه السلام. الآن سيدنا نوح عليه السلام بعد أن استمر في دعوته لقومه، وحكينا استمرت دعوة سيدنا نوح عليه السلام لقومه 950 سنة وهو يدعوهم إلى توحيد الله تعالى، فلم يستجب منهم إلا عدد قليل واستمروا في إيذائه. شوف، استمروا في إيذائه، لم يكفيهم أنهم لم يؤمنوا ولم يستجيبوا، إيذاء وإيذاء من آمن معه. الآن الله سبحانه وتعالى بعد ازدياد أذى قوم نوح عليه السلام للمؤمنين ونوح عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا نوح عليه السلام بماذا؟ الأمور التي أوحى الله سبحانه وتعالى بها لسيدنا نوح، أمره ببناء السفينة اللي بخططها الآن، هي الأمور أو الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها سيدنا نوح عليه السلام. أول أمر لما ازداد أذى المشركين لسيدنا نوح وأن آمن معه، أمره ببناء السفينة. طبعا كان قوم نوح عندما يمرون بسيدنا نوح، طبعا سيدنا نوح اللي ما بيعرف أن سيدنا نوح كان نجار، مهنة النجارة، فكانوا كلما يمروا بسيدنا نوح عليه السلام وهو يبني في السفينة في الصحراء كانوا يضحكون ويستهزئون منه. الآن ما هو سبب استهزائهم؟ لماذا؟ لأنه يبني السفينة في الصحراء أو على اليابسة. لما انتهى سيدنا نوح عليه السلام من بناء السفينة، ماذا طلبوا؟ إيش الطلب الثاني؟ طلب الله سبحانه وتعالى من سيدنا نوح عليه السلام أن يحمل فيها من الكائنات الحية جميعها زوجين اثنين، ذكر وأنثى. الآن سألتوني يا مس، لماذا كان يحمل من الكائنات الحية زوجين ذكر وأنثى؟ قلنا لأن الله سبحانه وتعالى سيعاقب، يأتي الرد لاحقا، لأن الله سبحانه وتعالى سيعاقب قوم نوح الكافرين بالغرق بالطوفان، فعندما يغرقون الآن ستنتهي يعني الحيوانات أو الكائنات الحية ستموت. فالله سبحانه وتعالى طلب من سيدنا نوح أو حاله أن يأخذ معه من كل زوجين من كل الكائنات الحية زوجين ذكر وأنثى، حتى لما الله سبحانه وتعالى ترسو السفينة وتستقر الأمور المؤمنين الذين آمنوا بسيدنا نوح عليه السلام، تعود الحياة إلى مجاريها الآن وتتكاثر هذه الكائنات وتستمر الحياة. الأمر الثالث اللي الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى سيدنا نوح عليه السلام بعد أن قام بالسفينة بناء السفينة وحمل فيها من الكائنات الحية، أمر السماء الله تعالى أن تمطر والأرض أن تتفجر تخرج منها المياه، فأخذ الطوفان الآن يعلو. تخيلوا الصورة الفنية أو المشهد، مشهد العذاب والعياذ بالله، السماء تمطر مطر غزير، الأرض تتفجر منها المياه، فالآن ماذا حصل لهذه السفينة؟ سبحان الله، هذه السفينة جرت على هذا الماء فوق هذا الماء، والكفار الآن ماذا حدث لهم؟ كانوا يهرعون إلى أعالي الجبال. لماذا يهرعون إلى أعالي الجبال؟ يهرعون أي يهربون إلى أعالي الجبال حتى يظنون أن هذه الجبال ستعصمهم أو تمنعهم من وصول الماء إليهم وبالتالي عدم غرقهم، لكن ذلك لم يحمهم من الطوفان فغرقوا جميعا، الكافرين كان مصيرهم الغرق. الآن ابن نوح عليه السلام كان من الكافرين، ابن نوح كان بعيدا عن سيدنا نوح، دعاه سيدنا نوح عليه السلام. شوف الآن عاطفة الأبوة وحنان الأب، دعا سيدنا نوح عليه السلام ابنه إلى الإيمان، لم يدعوه إلى الصعود إلى السفينة لينجو وهو كافر، دعاه إلى أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، هي دعوته، وأن يصعد ثم يركب معه إلى السفينة، ولكنه رفض. إيش موقف ابن نوح؟ رفض وقال أنه سيذهب إلى أعلى الجبل لينجو من الطوفان، فأخبره نبي الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام أنه لا راد، بعد ما سمع موقف ابنه قال لابنه أنه لا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى، حتى لو صعدت إلى أعلى الجبل ما دام أنت كافر ولم تؤمن بالله سبحانه وتعالى سيكون مصيرك مصير من كفر وآذى سيدنا نوح ومن آمن معه. فبالتالي نستنتج من هذه الأمر أو هذا الموقف أن الله سبحانه وتعالى له، لا يوجد عند الله سبحانه وتعالى كرامات لشخص لأنه ابن نبي أو ابن وزير أو ابن ملك أو ابن مسؤول أو ابن إلى آخره. لا، الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واضح يا أمي؟ الآن ننتقل يا سابع، الآن نتكلم عن مصير أيضا زوجة سيدنا نوح عليه السلام، أيضا كانت كافرة وكان مصيرها الغرق كما هو مصير ابنه. قال تعالى الآن ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. فهذه الآية تبين الحديث الذي دار بين سيدنا نوح عليه السلام وبين ابنه ومصيره. ننتقل الآن لنجاة المؤمنين أو من آمن بسيدنا نوح عليه السلام. الآن كيف نجى الله سبحانه وتعالى
من آمن بنوح عليه السلام. الآن نلاحظ بعد أن غرق الكافرين أو الذين كذبوا سيدنا نوح عليه السلام، الآن بعد أن غرق الكفار بأمر من الله سبحانه وتعالى، أمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تكف عن المطر، وأمر الأرض كما أمرها في البداية أن تنزل الماء الغزير والأرض أن تتفجر بالأنهار، أمر الآن السماء عندما انتهت المهمة السماء أن تكف عن المطر والأرض أن تبتلع الماء. فرست السفينة على جبل اسمه جبل الجودي. ما اسم الجبل الذي رست عليه السفينة سيدنا نوح عليه السلام؟ في جبل، هو جبل الجودي، جبل الجودي. طيب، ونزل نوح عليه السلام ومن آمن معه من السفينة بعد أن نجاهم الله سبحانه وتعالى، وكانت معهم الكائنات الحية، فبدأوا حياة جديدة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهكذا يكون مصير المؤمنين، النجاة، النجاة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى، ومصيرهم مهما طال الزمن من الامتحانات والابتلاءات إلا أن الله سبحانه وتعالى سينجيهم. الدروس المستفادة، أحرص على نشر القيم في قيم الإسلام الفاضلة، لا أشعر باليأس مهما حدث، أثق بأن الفوز والنجاة يرتبطان بالإيمان بالله تعالى، الصبر والتحمل والثقة بالله تعالى، وأن نصره ونصره دائما لدينه. ويعطيكم العافية طلاب مدارسي وطلاب الصف السابع.